يا أبا ذر يؤتى بجاحد علي يوم القيامة. العياذ بك يا الله. جاحد علي شنو؟ يعني الذي يجحد وجود أمير المؤمنين. لا يوجد أحد من البشر يقول ما كان شخص اسمه علي بن أبي طالب. لا، جحود فضله، جحود مكانته. يؤتى بجاحد علي يوم القيامة أصم وأعمى وأبكم، يتكبكب في ظلمات القيامة، فكبكبوا فيها هم والغاوون وجنود إبليس أجمعون. في القرآن الكريم يتكبكب يعني ينقلب رأسا على عقب، كما يلقى شخص من فوق الجبل كيف ينقلب رأسا على عقب، هذا يقال له كبكب. ينادي يا حسرة على ما فرطت في جنب الله وفي عنقه طوق من النار، العياذ بالله، ولذلك الطوق 300 شعبة، على كل شعبة شيطان يتفل في وجهه الكلح من جوف قبره إلى النار. بعد لم يخرج من القبر، بمجرد أن يحيى يطوق بطوق من النار، على هذا الطوق 300 شعبة، على كل شعبة شيطان يتفل في وجهه الكلح، يكون هذا الوضع الآن يدخل إلى النار. قال أبو ذر: قلت فداك أبي وأمي يا رسول الله، ملأت قلبي فرحا وسرورا. كتمان الغدير، كتمان فضائل أمير المؤمنين صلوات الله عليه، الذي يتمكن أن يشهد لأمير المؤمنين ولا يشهد له، الذي يتمكن أن يصنع شيئا يترك، هذا جدا خطير، العياذ بالله تعالى.